استاذ سامي، انا عايز اخد من كلام الاستاذ محمد عشان ارد برضو على كابتن ميدو. يعني موسيماني نفسه يعني بورع مفتوحه جدا وغير مش ممنهجه، اختار مجموعه ناريه للاهلي او سحب مجموعه ناريه للاهلي. فطبعا دي كابتن ميدو يعني تعليقك يعني مش موفق، وموسيماني مش قليل ولا الاهلي قليل عشان تعلق هذا التعليق الغير موفق. طبعا اذا كنت بنتكلم في نتيجه القرعه، يعني انا شايف ان وجود فرقتين من السودان بيدي تشانس فرصه عاليه جدا للاهلي وصن داونز ان هم يتقدموا للدور الثاني، لان الفرقتين قيمتهم عاليه جدا في الكره السودانيه والكره الافريقيه، وحي زي ما بالبلدي كده هيخلصوا على بعض. وهم في شراسه بين المريخ، هم ديربي السودان، هم في شراسه بين المريخ والهلال، والاهلي لازم يستفيد من هذا الوضع ويكون يعني جاهز، خصوصا عنده افتتاحيه مع المريخ. فبالتالي يعني مطلوب منه ان هو يعني ياخد ضربه بدايه قويه جدا ويتابع في مسيرته في المجموعه للوصول الى الدور الثاني. فرصه ان الاهلي بيلعب مع صن داونز اربع مرات ورا بعض دي بتدي له ثقه عاليه، يعني بتدي الاهلي ثقه عاليه ان هو خصوصا نتيجته 3-1 يعني او 2-1 لحد دلوقتي، يعني ان هو صن داونز فاز في بطوله مقابل بطولتين للاهلي، وان شاء الله البطوله الثالثه جايه للاهلي ان شاء الله البطوله ال11. فانا شايف ان الاهلي يعني فرصته كويس عاليه رغم صعوبه المجموعه ان هو يكمل للدور الثالث. وزي ما انت قلت في التقديم، يعني بعد الدور الثاني ونخش دور الثمانيه في كلام اخر، يعني بالظبط كده، بالظبط المهم يعني نصعد وخلاص، نصعد وفي صداره المجموعه ونعلي ثقتنا في انفسنا كلاعبين وجهاز فني، ووصولا الى اللقب ال11 ان شاء الله.